بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد اليوم بمجلس جامعة طنطان دورة استثنائية اللي فيها جوج ديال النقط. النقطة الأولى وهي التداول والمصادقة، إعادة قراءة مشروع الميزانية سنة 2024، والنقطة الثانية وهي تداول المصادقة على اتفاقية شراكة لتطهير السائل. هذه الاتفاقية اللي فيها مبلغ ديال 10 مليون ديال الدرهم، 5 مليون ديال الدرهم مساهمة من وزارة الداخلية، و5 مليون ديال الدرهم مساهمة ديال الجامعة اللي هي اللي غتكلف بالإنجاز ديال هذا المشروع بتتبع مع المكتب الوطني الصالح للشرب قطاع الماء. هذا المشروع اللي هو غادي يمشي للأحياء اللي باقي ما وصل لهمش الواد الحار يعني لاسينيسمو، والأزقة اللي باقي ما وصل لهمش لاسينيسمو. بالنسبة للنقطة الثانية وهي إعادة قراءة المشروع الميزانية سنة 2024، تمت المصادقة بإجماع الحاضرين على المشروع الميزانية لسنة 2024 بالإضافة التدبير المفوض للنظافة في الجامعة طنطان اللي تمت مراسلتنا من طرف الوزارة الداخلية العامة لإقليم طنطان باش ندرجوها في جدول الأعمال، ندرجوها في الميزانية ديال سنة 2022. دونك إلى هذا التدبير المفوض غادي يعطي واحد الإضافات جيدة بالنسبة للإقليم، يعني غادي الشركة هي اللي تتكلف بالتدبير ديال المفوض إلى تمت المصادقة على هذه الميزانية ديالنا. وشكرا.